والله حاب نوصل صوتي فيما يخص موضوع المطار. إن شاء الله تو بعد الصيانة هذه والتوسعة اللي صارت في المطار إن شاء الله ما عادش تصير فيه كوارث. طبعا هذا يعتبر واحد من المنافذ الجوية اللي موجودة في مدينة طرابلس بعد ما تدمر مطار طرابلس الدولي اللي في أحداث 2014. فنوجه كلمة للناس اللي تقوم برمي القذائف والناس المواطنين اللي متواجدين في المطار. فيعتبر هذا مطار مدني في الوقت الحالي بعد ما تم تدمير مطار طرابلس العالمي في أحداث 2014. فياريت تكفوا على العبط اللي تقوموا به، راهو الناس ما هيش ناقصة، وكل يوم حال المواطن من سيء إلى أسوأ. فياريت تكفوا وربي يهديكم على اللي تقوموا به. وصل صوتك عبر قناة تبادل. أرسلوا مشاركاتكم الصوتية من تطبيقي فايبر أو واتساب على الرقم التالي